السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، وش حالكم؟ أرحب بكم جميعا. يفرحني والله أشوف الميالس تتواجد، ميلس محمد خلف وميلس الفقع، إن شاء الله الميالس كلها تنضم لنا. يا مرحبا يا سعيد، اخواني انا اعتقد نحن بنوقف خاصية الكومنتات، بنخليها بنفتحها على النهاية عشان تطرحون اسئلتكم. ننتظر بس الأخوة من الرقابة النووية يدخلون وإن شاء الله. سامحونا أبطينا عليكم، لكن كانت في تحديات تقنية، لكن إن شاء الله بتكون جلسة راح تثري معلوماتكم بما يخص البرنامج النووي ككل، وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ودورها الرقابي. على بال ما الأخوة يدخلون، خليفه الصوت لأني مبيا لسرمس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأعتقد تعتقدون أنه ما في صوت؟ لا، صوت واضح. أعتقد تسمعوني صوت واضح، ولا أقرب التليفون؟ حفظ الله مسمعك أخوي سعيد، مساكم الله بالخير. نعم، وصل الأخ، انتظر بس الأخ أسامة. السلام عليكم أخوي راشد، كيف حالك أبو أحمد؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. الصوت واضح؟ واضح، نعم واضح، وأعتقد الله يسلمك. الأخوة كلهم يسمعون. نعتذر إخواني وأخواتي على التأخير، شوية بعض التحديات التقنية، تعرفون إحنا كلنا جدد ومش ضارين على هذه المنصات، لكن أعتقد هي حاجة ملحة وضرورية في المستقبل. بداية ما راح أطول عليكم، أسلم عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مكتب شؤون المجالس على إتاحة هاي الفرصة لعقد هاي الجلسة، اللي من خلالها بإذن الله راح نعرف المجتمع على مدى أهمية ودور الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرة ثانية يسعدني أن أرحبكم في هذه المنصة اللي نهدف من خلالها أن نعرفكم على أنفسنا ونشاطاتنا كهيئة اتحادية للرقابة النووية. إخواني الحضور الكريم، اليوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصبحت علامة فارقة بين أقرانها المشرعين النوويين، مش فقط على المستوى المحلي أو كذلك العربي، بل كذلك على المستوى الدولي، اللهم لك الحمد، تحت راية قيادتنا الرشيدة. وكذلك أصبح يشار إليها بالبنان إنما نذهب في المحافل الدولية، وأعتقد الأخ أبو أحمد أسامة الشحي يوافقني الرأي. دائما ما يتواصلون معنا يسألون عن كيفية بناء برنامج نووي بهذا التميز. أرجع وأقول شرف أن نكون على هالمنصة، الله يحفظكم جميعا، وأن نحن نكون بينكم. لو تسمحوا لي قبل لا أتكلم عن الهيئة، حاب أعرف وأقدم لكم أخويا المهندس وسام الشيحي،
أسامة الشحي من أوائل الأشخاص اللي عملوا في البرنامج النووي الإماراتي، شخص ملم وخبير في الأمن النووي، وإن شاء الله راح يشرح لكم بعدين الأخ أسامة ما هو الأمن النووي. كذلك عنده ماجستير في الهندسة النووية إذا ما خاب ظني من جامعة الخليج. بالإضافة لذلك الأخ أسامة تدرج في إدارة الأمن النووي إلى أن أصبح مدير الإدارة، واليوم ما شاء الله يرأس منصب كبير العلماء أو رئيس العلماء وأحد المستشارين لصناع القرار في الهيئة الاتحادية للرطابة النووية. أبو أحمد ليس فقط مكسب للهيئة بل كذلك مكسب للدولة ككل، يشرفنا ويسعدنا، ولوني ما هو في حقه أن يكون معنا من خلال هذه المنصة. أخوي أبو أحمد اسمح لي أكمل وبعدين برجع لك. إخواني، الهيئة الاتحادية للرطابة النووية تأسست في عام 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لمرسوم بقانون الاتحادي رقم 6 أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. طبعاً رؤيتنا أن تكون الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هيئة رقابية رائدة دولياً، رسالتنا والمستمدة كذلك من القانون النووي حماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤين من خلال وضع اللوائح لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية بشكل متكامل مع الجهات المعنية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى بناء القدرات المواطنة في هذا المجال. وخير مثال على هذه القدرات الأخ أبو أحمد. لكل جهة أهداف استراتيجية، أهدافنا الاستراتيجية هي ماذا؟ ضمان الاستخدام السلمي الآمن والمأمون للطاقة النووية ومصادر الإشعاع. ونشرح لكم شو الطاقة النووية وما هي مصادر الإشعاع، اصبروا علينا أخوان. النقطة الثانية، تطوير استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ثالثا، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي. طبعا بما ان نحن نتكلم عن ماذا، نتكلم عن الاهداف الاستراتيجيه، يجب ان نذكر كذلك ان نحن كحكومه لنا ماذا، لنا اجنده وطنيه ورؤيه لعام 2021، لدينا مؤشرات تساهم فيها مختلف الجهات الاتحاديه. الهيئه الاتحاديه للرقابه النوويه تساهم في ماذا، في ثلاث مؤشرات من 52 مؤشر في الاجنده الوطنيه. من خلال ماذا؟ من خلال الاهداف الاستراتيجيه، من خلال المؤشرات الاستراتيجيه، وكذلك الخطط التشغيليه والخطط والنشاطات التشغيلية وأدوات الحوكمة لهذه النشاطات، منها الإجراءات الداخلية والسياسات وكذلك الدلائل الإرشادية وأدلة العمل. ما راح أطول عليكم، لكن بالمختصر هذه كانت نبذة فقط بسيطة عن استراتيجية الدولة. طبعا السؤال اللي متأكد يتبادر لأذهان الكثير منكم إخواني، لماذا تتوجه الإمارات لبناء مفاعلات نووية؟ طبعا الأسباب راح يعني يتعمق فيها الأخ أسامة إن شاء الله بعد دقائق، لكن بالمختصر المفيد، المشروع يأتي ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة وتقليل ثاني أكسيد الكربون، ورغبة أن تكون الإمارات من أقل الدول تلوثا، بالإضافة إلى معرفة الدولة بأهمية وجود سلة من مصادر الطاقة وتنوع لكي تجعل الإمارات أكثر قوة ومناعة في مواجهة نقص أو انقطاع أي مصدر من مصادر الطاقة مستقبلا لا قدر. أخوي أسامة، الميكروفون لك لو حاب تفضل بحاجة قبل ما أغمرك بالأسئلة مصوبة طال عمرك، تفضل. جزاك الله خير أخوي راشد. بداية السلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير، ونتمنى نحن يعني اليوم يعني نوفر لكم منصة يعني مثل ما تقولون علمية بسيطة لإلقاء الضوء على مشروع الإمارات النووي السلمي، وكذلك على دور الجهة الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. مثل ما تفضل أخوي راشد في بداية حديثه، يعني اللي هو السؤال المهم اللي دائما الناس تتبادر إلى ذهنها مثل ما قال أخوي راشد، ليش اهتمام دولة الإمارات بالطاقة النووية؟ طبعا جاء اهتمام دولة الإمارات للطاقة النووية للأغراض السلمية تلبية للحاجة أو الطلب على الطاقة، حيث أجرت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض التحليلات، وتبين لها في هذه التحليلات
هذا الكلام كان سنة 2007، أن نحتاج احتياجات الطاقة لدولة الإمارات راح تبلغ 40,000 ميجا وات في سنة 2020 اللي هي السنة هذه. فرأت دولة الإمارات أن تتبنى بعض الخيارات مثل ما تفضل أخوي راشد لتنويع سلة الطاقة ولتأمين مصادر الطاقة ولتعزيز أمن الطاقة والطاقة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فرأت أن الطاقة النووية خيار منافس من الناحية التجارية وواعد من الناحية البيئية فيما يتعلق في البصمة الكربونية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تدرك جميع الاعتبارات والظروف المحيطة في إنشاء محطات نووية على أراضيها، فلذلك اتخذت كل الإجراءات اللازمة اللي راح نتطرق لها إن شاء الله خلال جلستنا اليوم إن شاء الله. طبعاً أخوي أسامة، بمجرد ما يتم ذكر المصطلح النووي دائماً ما يحسون الناس بالخطر، أصبحت حاجة يعني غريزية، ولو أنها يعني لو نأخذها بالموازين الفوائد أكثر من خطورتها، اللهم لك الحمد، وفتحت لنا هذه التكنولوجيا وهذه النواة وهذه الذرة الكثير من التقدم العلمي، اللهم لك الحمد. لو بس أخوي أسامة شرح لنا بطريقة مبسطة آلية عمل المفاعلات النووية والطاقة أو المفاعل كيف يعمل. طبعا جوابك أنت، ما بك تعطيني جواب الهيئة، عطني جوابك. تمام تمام أخوي راشد. بالنسبة للموضوع هذا، للسؤال هذا، طبعا المحطات النووية مش بعيدة جدا عن المحطات التقليدية، تقريبا نفس المبدأ اللي تعمل فيه المحطات التقليدية تعمل فيه المحطات النووية. الاختلاف يكمن أخوي راشد في شيء واحد بس، اللي هو استخدام الوقود النووي كوقود لإنتاج الحرارة، لأنك أنت أخوي راشد أنت محتاج اليوم إلى حرارة عشان تحول الماء إلى بخار، والبخار هذا قادر على تحريك التوربينات وبالتالي مولدات وبالتالي إنتاج الطاقة. فالتكنولوجيا النووية اليوم من خلال الانشطار النووي في قلب المفاعل أتاح هذا الشيء، بحيث أن أثناء الانشطار النووي عندما يحدث الانشطار النووي تنقسم ذرات اليورانيوم إلى ذرات أخرى أصغر تنتج طاقة طال عمرك، هاي الطاقة كافية إلى تسخين الماء وبالتالي تحويله إلى بخار وبالتالي إلى تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء. فالموضوع كله يكمن في الوقود النووي فقط، كاختلاف بسيط بينه وبين المحطات التقليدية. جزاك الله خير أبو أحمد على الشرح الموجز والوافي. أرجع وأتكلم حاليا عن الهيئة بعد ما أعطيتك فكرة بسيطة عن كيفية عمل المفاعل النووي. تكلمنا عن تاريخ التأسيس وتكلمنا عن الهدف من تأسيس الهيئة، لكن مثل ما تعرف أخوي أحمد وأنت أدرى مني في هذا المجال، لدى الهيئة اختصاصات وأدوار ومسؤوليات وإدارات تقوم بدورها الرقابي والتفتيشي وغيره. ما هي مسؤوليات الهيئة؟ يعني عندنا الأمان النووي والأمان الإشعاعي وإدارة الضمانات وإدارة الأمان النووي. لو بس تاخذنا مثل ما يقولون في جوله في قطاعات واختصاصات الهيئه، من خلالها نشرح لاخواننا الحضور دورنا ومسؤولياتنا في الهيئه الاتحادي للرقابه النوويه. ممتاز اخوي راشد. مثل ما تفضلت اخوي راشد في بدايه حديثك، تطرقت انت الى القانون رقم 6 لسنه 2009 الذي بصدده تم انشاء الهيئه كالجهه المسؤوله الرقابيه في دوله الامارات العربيه المتحده، المسؤوله عن تنظيم القطاع النووي في الدوله. هدف الهيئة اليوم أخوي راشد هو حماية الجمهور والعاملين والبيئة من أخطار الإشعاع المؤين. طيب هذا الهدف إحنا كيف نقدر نحققه؟ من خلال وضع برامج رقابية متكاملة. أهدافها الأساسية ترخيص المواد والأنشطة الخاضعة للرقابة، التفتيش على المواد والأنشطة الخاضعة للرقابة، ووضع اللوائح والإرشادات اللازمة والكفيلة بالتشغيل والتصرف الآمن في هذه المواد والأنشطة الخاضعة للرقابة. اختصاصات الهيئة اليوم أخوي راشد عندنا اختصاصات كثيرة، إذا نتكلم بس عن القطاع اللي هو النووي أو نحن عندنا في الهيئة نسميه قطاع العمليات. فطال عمرك الهدف أو القطاع الأولي اللي هو الأمان النووي، الثاني الوقاية من الإشعاعات، والثالث هو الضمانات، والأخير اللي هو الأمن النووي. لو نتكلم أول شيء عن الأمان النووي، في الأمان النووي عندنا إدارة متكاملة، هذه الإدارة وضعت برامج رقابية معنية بالأمان النووي، ونتكلم عن الأمان النووي اللي هنا نتكلم عن أمان المحطات النووية. فهالإدارة مختصة اليوم تضع اللوائح والإرشادات الخاصة بمحاور أساسية. لو نختصرها ونبسطها حق الجمهور العزيز، أول محور هم مهتمين بالهياكل والتصميم والمعدات الهامة للأمان لتضمن التشغيل الآمن للمحطات النووية
في محطات مثلا عندنا في حالتنا براكة للطاقة النووية. وكذلك نحن نسميه تقييم الأمان الشامل اللي يشمل كافة مراحل التشغيل، من مراحل التشغيل الاعتيادية، من مراحل التشغيل اللي هي أثناء الصيانة، من مراحل التشغيل أثناء الحوادث لا قدر الله وما إلى ذلك. فهناك ضوابط معينة ومعايير دولية معينة، فهذه الإدارة معنية بتأكد من وجود هذه الأشياء. إذا رحنا طال عمرك إلى إدارة الوقاية من الإشعاعات، إدارة الوقاية من الإشعاعات معنية بالدرجة الأولى لتنظر إلى برامج إدارة الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية، وكذلك في القطاع الطبي والقطاع الصناعي. الإدارة هذه معنية بتقييم الممارسات الوقاية من الإشعاع، وعندهم كذلك اللي هي آلية الترخيص وآلية التفتيش للتأكد أن كل المواد المستخدمة في توليد الإشعاع آمنة، تستخدم بالطريقة الأمثل وضمن الضوابط والمعايير الدولية، بما تضمن التشغيل الآمن وحماية العاملين وكذلك حماية الجمهور. لو رحنا حق إدارة الضمانات أخوي راشد، إدارة الضمانات معنية بالدرجة الأولى للتأكد من سلمية برنامج الإمارات للطاقة النووية، وإن برنامج الإمارات للطاقة النووية راح يوظف الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة، ولا وهي توليد الطاقة الكهربائية. فالإدارة هذه تقوم بتطبيق برنامج اسمه الضمانات الشاملة. هذا البرنامج الضمانات الشاملة يتأكد طال عمرك أن كل التراخيص والتراخيص اللازمة لاستخدام المعدات والمواد النووية في دولة الإمارات يتم استخدامها بالطرق السلمية. طبعا هذه الإدارة يعني تنفذ التزامات سياسية على دولة الإمارات، وجدير بالذكر هنا أخوي راشد أن بدأ الالتزام السياسي لدولة الإمارات سنة 1995 بانضمام دولة الإمارات لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بما يكفل السلام العالمي وحماية البشرية، وكذلك إقرار دولة الإمارات لمعاهدة الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنة 2003 أكد هذا المبدأ كذلك. والإدارة هذه قائمة بتطبيق مثل ما تقول البرامج الرقابية الخاصة للتأكد من سلمية الاستخدام الأمثل. إذا رحنا إلى قطاع الأمن أخوي راشد، هني الموضوع يختلف تماما عن الباقيين، لأن نحن قبل نتكلم أن نحن كيف نحمي الناس من الإشعاع، هني العكس، كيف أنا أحمي هذه المواد النووية والمواد اللي تولد الإشعاع من الناس نفسهم. هنا نتكلم عن الناس اللي عندهم نوايا تخريبية أو نوايا سرقة. فلذلك الهيئة الاتحادية اليوم للرقابة النووية عندها دور رقابي رائد في الموضوع هذا. عندنا تدابير الحماية المادية موجودة اليوم تتحقق منها إدارة الأمن النووي فيما يتعلق في محطة براكة، فيما يتعلق في القطاع الطبي، وكذلك في القطاع طال عمرك الصناعي. هذا باختصار أخي راشد، نحن اختصرنا يعني مثل ما تقول أدوار الهيئة بشكل مختصر جدا تبسيطا لحضورنا الكريم. جزاك الله خير أبو أحمد، وفيت ما قصرت. لكن طبعا حاب أذكر حاجة، مثل ما قلت أبو أحمد إحنا عندنا اختصاصات مختلفة، لكل إدارة اختصاص معين. دون الرقابي ليس فقط على المفاعلات النووية، بل كذلك على ماذا؟ على المرافق الصحية وكذلك مرافق صناعية وغيرها. لو تخبرنا أخوي أسامة عن ما هي المواد المشعة وما هي استخداماتها في المجالات الطبية؟ ما عليك أمر. سؤال مهم أخوي راشد، شكرا على طرحك لهذا السؤال. بالنسبة للمواد المشعة، المواد المشعة هي عبارة عن عناصر كيميائية غير مستقرة، منها صنعها الإنسان بنفسه ومنها موجودة في الطبيعة. هاي العناصر أخوي راشد تسعى أنها تكون مستقرة، تطلع من حالة غير الاستقرار إلى الاستقرار. ففي رحلتها هذه من حالة عدم الاستقرار إلى الاستقرار هي محتاجة تتخلص من بعض الأشياء نحن نسميها طاقة على شكل حركة، اللي هي تطلع في النهاية تكون إشعاع. والإشعاع هنا أخوي راشد نوعين، إشعاع معين وإشعاع غير معين. وإذا نختصرها حق جمهورنا العزيز، الإشعاع المعين اللي هو تردده عالي جدا وقادر أنه يسبب أضرار على جسم الإنسان، والإشعاع الغير معين اللي هو الإشعاع العادي تردده منخفض. اللي سبحان الله المعلومة يمكن غايبة عن معظم الناس أخوي راشد، اليوم 85% من الإشعاع الموجود اليوم في الكرة الأرضية مصادرها طبيعية. أخوي راشد يمكن أنا وأنت الحين نتكلم نتعرض للإشعاع بنسب قليلة جدا ونحن ما حاسين، لأنه جزء من محيطنا نحن نعيشه منذ سنوات عديدة ونحن ما حاسين فيه. فطال عمرك هذا باختصار كيف أنه طال عمرك هذا المصدر مشع. استخدامه سبحان الله يعني الله علم الإنسان ما لم يعلم مثل ما يقولون. اليوم العلم أتاح للإنسان
توظيف هذا الإشعاع في تحسين الحياة أخوي راشد. في تطبيقات عديدة للإشعاع في حياتنا، مثل القطاع الطبي كأجهزة الفحص الطبي وما إلى ذلك. عندك القطاع الزراعي، يمكن بعض الأخوان ما يعرفون بعض المصادر المشعة تستخدم في مكافحة الحشرات. عندك كذلك في القطاع الصناعي فيما يتعلق في جودة المواد والتأكد من بعض مثل ما تقول سماكة المواد، تستخدم المصادر المشعة في هذا الشيء. كذلك في القطاع التعليمي أخوي راشد، هذا نحن نستخدمه حتى في بعض البيوت، يستخدمون مثلا كواشف الدخان. كواشف الدخان هاي تعتمد على مثل ما تقول مصادر مشعة ذات إشعاع بسيط، فلها تطبيقات عديدة. والعلم اليوم أتاح للإنسان، فنقول آلية ضبط إشعاع هذا وتوظيفه في خدمة البشرية أخوي راشد. سبحان الله، بالفعل علم الإنسان ما لا يعلم. كيف أبو أحمد، بس نحن كهيئة رقابية كيف نحن نقوم بالرقابة على المواد الإشعاعية؟ كيف نتأكد ونحمي الناس من أضرارها؟ ممتاز أخوي راشد، مثل ما ذكرنا قبل نحن عندنا إدارة متكاملة، وهذه الإدارة عندها برنامج متكامل. كيف نحمي الناس من هذه؟ نأتي على عدة طال عمرك محاور. لو نتكلم عن المحور الأولي اللي هو المحور الترخيص نفسه، فاليوم ما في حد عنده مصدر مشع ذا إشعاع معين يشتغل من دون ترخيص من الهيئة. يجب عليه أن يأخذ ترخيص من الهيئة هذه. فالهيئة طال عمرك لما تضع الترخيص هذا تنظر إلى جوانب عديدة. الجوانب اللي نحن تهم الجمهور اليوم، نحن لازم نوصل لهم هذه المعلومة، اللي هو برنامج الوقاية من الإشعاعات في الشركة هذيك أو في هذاك المستخدم لهذا المصدر المشع. فنحن نتحقق من معايير الوقاية من الإشعاعات فيها، نتأكد طال عمرك من العاملين مدربين مهيئين. هناك في ضباط احنا نسميهم ضباط السلامة في هذه المنشآت موجودين، يتأكدون ان ضوابط الإشعاع موجودة. كذلك عندنا فرق ميدانية أخوي راشد تنزل الميدان تفتش على هاي المنشآت، تتأكد أن هذا مثل ما تقول مستوفية الشروط وكل هذه الأمور مستوفية. مو بس دورنا يبدأ هني أخوي راشد، كذلك في الموانئ يتم استيراد وتصدير مثل هذه المواد طال عمرك. في دور للهيئة الاتحادية للرقابة النووية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، وتتأكد أن كل مصدر يدخل أو كل خلنا نقول مادة خاضعة للرقابة ما تدخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة إلا يكون عندها الترخيص أو خلنا نقول التصريح المناسب لدخول هالدولة. بالفعل أخوي أبو أحمد، نشكر شركائنا الاستراتيجيين، مختلف شركائنا الاستراتيجيين، ما راح أذكر حد لأن عفوا وقصر الكل بلا استثناء نعمل معهم عن كثب، والقانون النووي كذلك ينص علينا نتعاون مع الجهات الصديقة والشركاء الاستراتيجيين لنتأكد من استكمال دورنا الرقابي في الدولة. شكرا للجميع. بالفعل تكلمنا عن المجال أو خلينا نقول المصادر المشعة، لكن أخوي أبو أحمد لو تكلمنا بين الفرق بين الأمان والأمن، الأمان النووي والأمن النووي، طبعا تكلمت عن الاثنين، لكن الفروقات بينهم عشان ننتقل إلى الضمانات. ممتاز أخوي راشد، الفرق بينهم بين الأمان النووي والأمن النووي، الفرق يكمن في تعريفهم أو في الفلسفة خلنا نقول كيف أن الاثنين يشتغلون. مثل ما ذكرنا أخوي راشد في بداية حديثنا، بالنسبة للأمان النووي اليوم أنا أريد أحمي الإشعاع اللي يطلع من المعدات هذه أو المعدات هذه من يعني عشان ما تضر الإنسان نفسه. ولكن في الأمن النووي نفسه العكس تماما، أني أنا أشوف منو عندي ممكن يخرب هاي المعدات أو يحدث بعض مثل ما تقول الأعمال التخريبية أو السرقة لبعض هذه الأشياء. فلسفة هني مختلفة، فهني كأنك أنت تحمي المحطة من الناس فيما يتعلق في الأمن النووي. طبعا هني ما نتكلم عن أي ناس، يعني ناس معينين ومدروسين مثل ما تقول منو يكون لهم هذه النوايا العدائية وما إلى ذلك. ففي الأمن النووي طال عمرك عندنا تدابير الحماية المادية اليوم موجودة، هي وضع أنظمة الحماية المادية فيما يتعلق في المصادر المشعة ذات الخطورة العالية، وكذلك في المحطات والمرافق النووية طال عمرك كيف نحن نحط بعض الضوابط اللي هي نضبط فيها أن مثل ما تقول الدخول يكون عليها رقابة، بعض الأشياء بعض الأماكن في المحطة يكون عليها رقابة معينة ويكون عليها حماية معينة لاستيفاء مثل ما تقول المعايير الدولية في هذا المجال. جميل، يعطيك العافية أبو أحمد، ويعطي العافية كل مفتشينا في الهيئة قامين بدورهم على أكبر وجه، وخاصة في أثناء هذه الجائحة لأنه عندهم صعوبات في التحمل لكنهم قامين بعملهم على أكمل وجه.
كلمة على كل حاجة، لكن أنا متأكد أن الأخوة يسمعون ضمانات. كلمة ضمانات، شو هي ضمانات وما هي إدارة ضمانات وما هي أهمية ضمانات أخوي أحمد؟ لو تنورنا معلكم. الضمانات مهمة جدا أخوي راشد، ضمانات أخوي أبو عيسى مهمة جدا، لأنها مثل ما احنا تكلمنا في السابق هي عبارة عن التزامات سياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الضمانات بشكل مختصر هي كيف أني أنا أتأكد أن كل المواد اللي تدخل عندي الدولة طال عمرك تروح حق الاستخدامات السلمية لها، فهي هي الضمانات. الضمانات اليوم احنا نتأكد من سلمية المشروع ككل، فأي معدة أو أي مادة نووية أو أي احنا نسميه في مصطلحاتنا مفرد نووي على حسب التعريفات المعترف فيها دوليا، هاي كلها لازم تكون سلمية الاستخدام. طيب نحن كيف نسوي هذا طال عمرك الموضوع هذا؟ عندنا إدارة متكاملة في الهيئة وبرنامج رقابي متكامل. البرنامج الرقابي هذا طال عمرك اشتغل من بدايات المشروع النووي، في بدايات استيراد طال عمرك المعدات والمفردات النووية لمحطة براكة للطاقة النووية، مو بس إلا محطة براكة، حتى القطاع الطبي والقطاع الصناعي هناك بعض الأشياء اللي هي ضمانات ينظرون لها للتأكد أن هذه المواد ما تروح إلى مثل ما تقول أماكن أخرى. فعندنا اليوم طال عمرك برنامج ضمانات نحن نسميه الشاملة. هذا برنامج الضمانات يشمل العديد من الأشياء، أهمها ترخيص، ما في أي معدة من هاي يطلع لها ترخيص، وكذلك نفس الشيء هي تبدأ من عمليات الاستيراد والتصدير كذلك. فعمليات الاستيراد والتصدير اللي تدخل دولة الإمارات على حسب اختصاص دولة الإمارات طال عمرك تخضع للرقابة، وكذلك الشحن بالعبور والترانزيت والأمور هاي كلها تخضع للرقابة لتأكد أن هاي المواد اللي تدخل دولة الإمارات أو تعبر حتى حق دول أخرى غير دولة الإمارات تكون سلمية رايحة لمحطات نووية ولا تدخل في برامج أخرى غير سلمية. فهذا باختصار أخوي راشد شو هي الضمانات. جميل. طبعا أخوي أسامة هنالك معاهدات واتفاقيات تم توقيعها على مستوى دولي كذلك فيما يخص الضمانات، ووكالة دولي قطرية هي وليدة هذه الاتفاقيات أو تم تأسيسها وسبب من أسباب تأسيسه كذلك عدم ومنع الانتشار النووي كذلك. لو تخبرنا بعد بنبذة بسيطة أخوي أسامة عن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها. دولة الإمارات العربية المتحدة أخوي راشد وقعت كل الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالقطاع النووي، فاليوم الله الحمد والمنة دولة الإمارات العربية المتحدة وقع كل هذه الاتفاقيات. الاتفاقيات هاي بنذكرها على سبيل المثال للحصر أخوي أبو عيسى. الاتفاقيات تدخل في اتفاقيات الأمان النووي اللي تكلمنا عنها فيما يتعلق في الأمان النووي للمرافق النووية والحوادث وما إلى ذلك، المعاهدات في الطوارئ، المعاهدات كذلك في الوقاية من الإشعاعات، المعاهدات كذلك الأمنية، والمعاهدات كذلك الضمانات. فدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وقعت كل هذه الاتفاقيات. وكذلك أخوي راشد نحن كهيئة اتحادية للرقابة النووية ملزمين اليوم بحكم القانون النووي بالإشراف على تطبيق هاي المعاهدات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا واحد من أدوارنا أخوي راشد كذلك. فهذا ندل على شيء، فيدل على جدية المشروع الإماراتي النووي للطاقة الذرية نووية، والتزامنا الالتزام الشديد بالمعايير الدولية، وهذا مثل ما يقولون يعني شيء من أولى يعني أو أقصى أولوياتنا أن احنا نتابعه ونشرف عليه ويكون أنه موجود ضمن نسيج طال عمرك برامجنا الرقابية. أبو أحمد، هي أسئلة طرح دائما عن الطوارئ النووية. اليوم اللهم لك الحمد صار مجتمعنا على دراية ببعض الأمور التي تحدث في المفاعلات النووية. طبعا بعض المسلسلات التلفزيونية تضخم وتهول من هذه الحوادث التي تحدث بالفعل تاريخيا، نعلم مع الحوادث التي حدثت منها فوكوشيما ومنها تشيرنوبل وثري مايل آيلاند، لكن طبعا الطابع السينمائي شوي لازم يضيف نوع من الإثارة عشان المشاهد يكون متشوق، فبالتالي صار للأسف هذا هو الانطباع السائد لدى المشاهد بأن هذا بالفعل الذي يحدث بالفعل. لكن خبرنا عن خطة الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الجهود التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للاستجابة لأي طوارئ سواء كان إشعاعي أو نووي، وكذلك نتكلم عن الاستمرارية في بناء قدرات وتدريب هؤلاء الموظفين.
ممتاز اخوي راشد. بالنسبه لهالموضوع، هالموضوع يعني مثل ما تقول من اولى، من اكبر اولوياتنا في الهيئه الاتحاديه للرقابه النوويه. اليوم الهيئه الاتحاديه للرقابه النوويه تعمل مع شركائها الاستراتيجيين، ونحن من خصب الذكر هنا وزاره الداخليه وهيئه الازمات والكوارث فيما يتعلق في هذا الموضوع. فنحن اليوم في الهيئه الاتحاديه للرقابه النوويه عندنا فريق متخصص في اللي هو اللي نحن نسميه في إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، وعدنا ولله الحمد والمنة مركز متكامل، مركز عمليات متكامل في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بتكلم بس عن الهيئة أخوي راشد في هذا الموضوع، الموضوع فيه كذا شريك معانا مثل ما أنت عارف. فدولة الإمارات العربية المتحدة استضافت، خلنا نذكر هنا بعثتين استشاريتين أخوي راشد في هذا المجال. البعثة الاستشارية هاي جتنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من مدى جاهزية منظومة التصدي للطوارئ. هذا ما جاء من فراغ أخوي راشد، جاء من حرص دولتنا على أن هاي الأمور يعني مثل ما تقول ما مستوفية شروطها ومستوفية كل الالتزامات اللي علينا. فاليوم طال عمرك نحن عندنا جدول تمارين، ويقول شباب بتمارين، وعندنا كادر مجهز يعني، وتمت يعني مثل ما تقول تجهيزه وتدريبه، وكذلك اشراكه في العديد من تمارين الطوارئ بالنسبه لمحطه براكه، وكذلك للقطاع الطبي والصناعي اخوي راشد اليوم. فكل هاي الامور تم الاخذ بالحسبان، والحمد لله رب العالمين يعني عندنا جاهزيه في هذا المجال، ونسال الله عز وجل ان يحفظ بلادنا عن اي حادث او طار اشعاعي او نووي اخوي راشد. اللهم امين، الله يبعد عنا كل مكروه. سيدي طبعا للأمانة هو هدف استراتيجي وحجر زاوية أساسي ورئيسي هو بناء قدرات المواطنين في هذا المجال الذي يعتبر جديد علينا جميعا. أعتقد في بداية البرنامج كذلك ما كان في ذلك العدد الكبير من المهندسين النوويين، وكذلك كان أثر القطر المتموج خلنا نقول كان له أثر إيجابي أن ينتشر ويزيد عدد المهندسين النووي. فكذلك قرار بناء مفاعلات نووية زاد من عدد المهندسين النوويين عندنا. كذلك الجامعات حذو أو تناغمت رؤيتها مع رؤية الدولة، وقامت باستحداث تخصصات في الطاقة النووية سواء في جامعة الشارقة وجامعة الخليفة وغيرها. خبرنا عن بناء القدرات في الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، كيف يتم بناء قدرات هؤلاء الموظفين، وكذلك عدد الموظفين المواطنين او خلينا نقول الموظفين في الهيئه. اخوي ابو عيسى بالنسبه لهذا الموضوع يعني انا حاب اذكر شيء اخوي ابو عيسى، يعني الحمد لله رب العالمين يعني برنامج الامارات للطاقه النوويه يعتبر من المشاريع الضخمه اليوم في الدوله اخوي راشد، ويوم بعد يوم يعني الحمد لله رب العالمين نثبت ان نحن كسبنا الرهان في هالتجربه الفريده. اليوم دوله الامارات العربيه المتحده في مصاف الدول من ناحيه بيوت الخبره، اللي اي دوله حابه انها تبدا برنامجها النووي فدوله الامارات العربيه المتحده يعني هالشيء نذكره دائما في المحافل الدوليه، اصبحت اليوم اخوي راشد نموذج ذهبي في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين اليوم عندنا المع الكفاءات الاماراتيه التي تم صقلها في مدارس عالميه وتم صقل خبراتها ومهاراتها. فاخوي يعني ابو عيسى يعني انا انت روحك ذكرت ان احنا من اوائل الناس اللي في المشروع، يعني انا اتذكر اول ما التحقت في الهيئه الاتحاديه للرقابه النوويه كان عندنا بس مهندس واحد نووي اللي هو سعاده السفير حمد الكعبي الممثل الدائم اليوم في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، ممثل دوله الامارات في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. كان بس هو المهندس الوحيد، اليوم اصبح عندنا اكثر يمكن عن 1000 مهندس نووي في دوله الامارات العربيه المتحده. بالنسبه للهيئه الاتحاديه للرقابه النوويه اتخذت خطوات عديده في هذا المجال. اليوم نحن عندنا الحمد لله نسبه التوطين تشكل تقريبا 67% من اجمالي عدد الموظفين. عندنا برامج تدريبيه مختلفه اخوي ابو عيسى، يعني بذكر بعض منها على سبيل المثال الحصر مثل ما نقول. البرنامج التدريبي الاول بالنسبه للمهندسين الجدد، عندنا المهندسين الجدد يخضعون الى برنامج تدريبي معين.
عندنا كذلك برنامج تفتي يعني تدريبي بالنسبة للمفتشين. عندنا كذلك أرسلنا بعض الشباب اللي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حتى يصبحون مشغلي مفاعل، يعني راحوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتلقوا التدريب اللازم في هذا المجال. وكذلك عندنا أخوي راشد بما يتعلق في القانونيين النوويين، كذلك عندنا اليوم استحدثنا مؤخرا برنامج تدريبي متكامل في هذا الموضوع. فالهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعطي هذا الموضوع أولوية، لأن طال عمرك استدامة البرنامج النووي حتم علينا اليوم الاهتمام في الكوادر الوطنية وتوفير التدريب اللازم لهم. وعندنا كذلك أخوي راشد البعثات كذلك ما ننساها بالنسبة يتعلق في بعثات الماجستير والدكتوراه يعني في المجال النووي يعني والهندسة النووية. فلله الحمد يعني عندنا العديد من الأدوات التدريب موجودة اليوم متاحة لتمكين الشباب المواطن من أن يكون مثل ما تقول أخوي راشد قادر على أن يحمل راية برنامج الدولة في الرقابة النووية. بالفعل أخوي أحمد، وأنا شاهد على العقول النيرة والشباب طموح في هذا البرنامج النووي، ليس فقط على مستوى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وكذلك على مستوى المشغل في القطاع التشغيلي، وكذلك على مستوى الطاقم الطبي في دولة الإمارات. وأنا كذلك من الناس اللي بمجرد ما دخلت للهيئة الاتحادية للرقابة النووية اللي يحضر ذهني حاليا أن تلقت لي أحد الأخوات في إدارة تدريب والتعليم وقالت لي لازم نحن نعد لك خطة عشان نبني من قدراتك. بالفعل تم إدخالي في البرنامج الجامعة العالمية النووية ودرست فيها لفترة ورجعت جاهز لمزاولة عملي كأحد المنتسبي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. طبعا تستمر الهيئة أخوي أسامة في وضع الخطط التدريبية السنوية لكل الموظفين، ليس فقط حتى على المستوى التقني بل كذلك على المستوى الإداري، سواء كان التدريبات على مستوى القطاع المالي أو الموارد البشرية أو الاتصال وغيره. يستمر أو توجه الإدارة دائما في تنمية قدراتنا اللهم لك الحمد من أجل تزويدنا بالمعرفة والمهارات والخبرات العلمية اللازمة. اللهم لك الحمد، طبعا هذا امتدادا مستمد هذه الرؤية من القيادة الرشيدة اللي دائما ما تكون حريصة. أعتقد الكل شاهد اسمه الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره ويحفظه، كان فترة في المفاعل النووي وكان يتفقد أحوال سير البرنامج النووي، وهذا يدل على حرص القيادة الرشيدة في تحقيق منجزات لم يسبقنا إليها أحد. بإذن الله هي رؤية زايد رحمه الله وحفظ الله ذريته، حفظ الله الشيخ خليفة وعياله. أعتقد نحن وصلنا لنهاية هذه ما يقولون هذا الحوار الشيق، يعني إذا كانت في أسئلة أتمنى أن يعني تطرحونها الحين، نحن موجودين وبالعكس نكون أكثر من السعداء نحن نجيب على أسئلتكم. لكن حضر أسترجع سؤال واحد من أحد الأخوة والأخوات أخو أسامة، وأنا كذلك والله ما أعرف الإجابة لك، بنحاول نساعد بعض أنا وأنت إن شاء الله نطلع بالإجابة. دور الرقابة النووية في الثروة الحيوانية والثروة الزراعية، لو تسمح لي أخوي بس أمهد للموضوع أخوي أسامة، التقنية النووية لها دور جدا مهم من خلال طبعا على سبيل المثال المنظور الزراعي، لو تلاحظون في نوع من الذرة طبعا جت فترة ما كان ينمو في أفريقيا، بتعريض هذا النوع من الذرة لشعاعات معينة يقدر يتعايش في الظروف المناخية الحارة. ليش؟ لأن دخلنا في ماذا؟ بالشعاعات دخلنا في الDNA أو السلسلة الوراثية لهذا النوع من الذرة. فبالتالي نعم أعتقد من خلال قراءتي المتواضعة في مساهمات من منظور نووي على القطاع الزراعي، أما القطاع الحيواني والله ليس لي علم. أخوي أسامة لو حاب تضيف حاجة. بالنسبة لهالموضوع أخوي أبو عيسى، نعم نحن لنا دور في هذا الموضوع، ودور كبير. مثل ما أنت ذكرت في بداية كلامك، ذكرت أن احنا نشارك في بعض المؤشرات الوطنية. ففي بعض المؤشرات الوطنية، واليوم أنا يعني مثل ما تقول التعارف يعني بعد جائحة كورونا، يعني الحين صار الضوء أكثر مسلط
على الأمن الغذائي وما إلى ذلك. اليوم نحن الحمد لله رب العالمين في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عندنا برنامج متكامل للشركاء الاستراتيجيين، ونحن ندعمهم. عندنا برنامج المذكرات التفاهم، عندنا كذلك العديد من الأعمال المشتركة أو خلينا نقول مشاريع الاستراتيجية المشتركة في هذا الموضوع. فدور الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بيكون دور داعم طال عمرك في هذا الموضوع. فنحن ندعم الشركات أو الجهات الحكومية اللي هي بتروح تستخدم مثل ما تقول الإشعاع في تطوير الثروة الحيوانية. يعني أذكر لك مثال، يعني في مزارع البقر أو مزارع الألبان في استخدامات معينة للمصادر المشعة، هني بي دور الهيئة الاتحادية. هي نعم بالضبط بالضبط بالضبط. وفي بعض الأمور في صناعة اللبن نفسه أخوي أبو عيسى أو الحليب نفسه في بعض التطبيقات، يعني ما راح نتطرق لها في الموضوع هذا، ولكن الرسالة رايح أوصلها للسائل هذا السؤال. نعم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية شريك معاكم في هذا الموضوع، ونحن راح يكون دورنا مثل ما هو نص علينا في القانون النووي حماية الناس والمجتمع من مخاطر الإشعاع المؤين. فبيكون دورنا أخوي راشد كيف نوظف الإشعاع هذا توظيف أمثل لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبين قوسين نقول الثروة الحيوانية. فبتكون هناك يعني مثل ما تقول الشراكة هاي موجودة مع الجهات سواء كانت رسمية أو شركات، نحن نقدر نساعد ونساهم في هذا المجال. طبعا احد الاخوه او الاخوات يقولون بالفعل انجزنا اعتقد في هذا المجال، هل نحن نقوم بتوثيق هاي الدروس عشان تكون دروس مستفاده لغيرنا؟ اخوي اسامه، طبعا من معرفتي المتواضعة نحن دائما ما نشارك ممارساتنا مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. الوكاله الدوليه للطاقه الذريه تعمم هذه الممارسات على مختلف الدول الاعضاء، فبالتالي يتم هناك اتصال وتواصل بين هذه الدول الأعضاء للمشاركة في هذه الخبرات، سواء كانت الاستجابة للطارئ النووي أو بناء قدرات أو الاتصال مع المجتمع اللي ياسين احنا نسويه حاليا. احنا نتواصل مع المجتمع، كذلك يعتبر الممارسات الجيدة والممتازة خاصة أثناء هذه الجائحة. احنا لم نركن، بل شفنا ان احنا لازلنا ويتطلب منا ان نستمر في توعية المجتمع بنشاطات الرقابية. صحيح فبالنسبة للموضوع هذا أخوي راشد، نحن عندنا العديد من الجهود في هذا الموضوع اللي هو توثيق الجهود. خلنا نقول أنا بضرب لك بعض الأمثلة أخوي أبو عيسى. المثال الأول، التقارير الوطنية نحن نرسلها مش للوكالة الدولية، للعالم أجمع. نحن نعمل لها طال عمرك خلنا نقول ننشرها في موقعنا الإلكتروني، ننشر بعض التقارير الوطنية في بعض الأشياء. كذلك عندنا التقرير السنوي اللي تنشئ الهيئة سنويا وتنشره. في هذا التقرير السنوي خلنا نقول أخوي أبو عيسى حصاد لأعمال الهيئة في السنة تلك. يعني كذلك أخوي أبو عيسى ما ننسى برنامج إدارة المعرفة اللي عندنا في الهيئة، برنامج متكامل وفيه طال عمرك نحن نجمع الخبرات المكتسبة والجهود اللي هذه ونوثقها. كذلك هذا أحد الأركان الأساسية لضمان استدامة المشروع النووي أخوي أبو عيسى. وهناك كثير عديد من الجهود عندنا مثل ما أنت تفضلت، كذلك الجلسات الحوارية هذه أحد الأمثلة، لأن إحنا نبغى نذكر للجمهور ونوصلهم رسالة كذلك أن في القانون اللي أنت ذكرته أخوي أبو عيسى اللي هو قانون 6 لسنة 2009 في مادة كاملة تتكلم عن إتاحة الاطلاع الجمهور لأعمال الرقابية ذات الصلة. ففي هذا الباب اليوم القانون النووي حتم علينا أن نحن نتواصل مع الجمهور، ونحن كهيئة اتحادية للرقابة النووية نعتز ونفتخر بعقد مثل هذه الجلسات الحوارية مع الجمهور الكريم، لأن نحن اليوم طال عمرك موجودين علشانهم هم. نحن اليوم موجودين عشان نحمي هذا الجمهور ونحمي السكان ونحمي العاملين من أخطار إشعاع المؤين. فالهيئة الاتحادية للرقابة النووية عندها العديد من الأدوات خلنا نقول أخوي أبو عيسى لتوثيق جهودها، فهي مختلفة على حسب مثل ما تقول المعطيات اللي موجودة، ولكن تمام ثقنا هاي كلها موجودة في مكان معين، ونحن نقدر يعني مثل ما تقول يعني نتواصل يعني نوصلها ببعض ونطلع بصورة متكاملة مثل مستند متكامل يشرح جهود الهيئة في هذا الخصوص. جميل. طبعا الأخوة اللي يسألون عن الطاقة، على سبيل المثال في سؤال عن هل راح نحن نصدر الطاقة النووية لدول الجوار، أعتقد كما تفعل بعض الدول الأوروبية منها فرنسا لإيطاليا ولسويسرا وليشتنشتاين وبعض الدول المجاورة. طبعا نحن لازم نفرق بين دورنا.
كهيئة رقابية مسؤولة عن فقط إصدار التشريعات للمشغل والمنشآت الطبية والصناعية، أو بين المشغل، المشغل هو المسؤول عن المفاعل النووي وعن استراتيجيته فيما إذا تسمح له الطاقة المولدة من الطاقة النووية بتصديرها للخارج أم لا. أعتقد أخوي أسامة، نرجع بس لنرجع للأسئلة، الأخ المهندس مايد يقول يشكرنا طبعا على جهودنا. لو تقرأ سؤال أخوي أسامة يقول بالفعل مؤشر الأمن الغذائي ودعم المنشآت الزراعية والثروة السمكية تطلب طاقة أكبر. فبالفعل هو سبب توجه الدولة للبرنامج النووي وتنمية مصادر الطاقة، ولأن طلب الطاقة الضاعف. يعني سبحان الله، الدولة يوم ما أعلنت أنها في 2008 أعلنت من السياسة النووية أنها هي حابة تتوجه لبناء أو دراسة بناء مفاعلات نووية، اليوم الطاقة تدبلت. يعني كانت الطاقة يعني الطلب على الطاقة حاجة، واليوم ضاعف هذا الرقم. فهذا ندل أنه بالفعل القرار سليم، القرار استراتيجي، بالفعل راح يزيد الطلب الطاقة في المستقبل، مثل ما طرق الأخ المهندس مايد، أنه بالفعل لكل لحظة نحن بحاجة إلى طاقة عشان نستمر في هذه الاستدامة ونستمر في النهضة اللي احنا عايشينها، وعشان تتطور الرقعة المطورة عندنا في الدولة راح تطلب منا المزيد والمزيد من الطاقة. ونحن في الرقابة النووية موجودين لحمايتكم، لتأكد من سلامتكم، لتأكد أن المشغل يقوم بدوره على أكمل وجه. وبإذن الله نستمر متقانين مخلصين لدولتنا والمهام المولاة إلينا. أخوي أسامة شكرا على وقتك. طبعا أشكر جميع الحضور وأشكر مجالس أبو ظبي على التجربة واتاحت الفرصة لنا أن نكون على هالمنصة معهم. بإذن الله هذا مش اللقاء الأخير، راح تكون في لقاءات أخرى. أي سؤال عندكم أخواني تفضلوا بطرحه على البرايفت عندنا على الخاص على إنستغرام، تابعوا حساباتنا. هذه هي البداية، برنامج نووي تو بادي، ولو نحن صارنا 10 سنين نعمل ترى برنامج نووي في بداية. شكرا، بإذن الله لنا لقاء قريب. شكرا أبو أحمد، وشكرا للأخوة القائمين في مجالس أبو ظبي. تحياتي، السلام عليكم. شكرا أبو عيسى. عليكم السلام.